الوحدة التالتة إنجليزي تالتة ثانوي مراجعة نهائية كتاب ذا بيست. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبنا طلاب تالتة ثانوي، معاكم يا شباب لسه في كتاب ذا بيست مراجعة نهائية، وكتاب جيم وكتاب المعاصر والكتب اللي انتوا عايزينها ان شاء الله. هنا هنكمل معاكم يونت 3 اللي هي طبعا لسه معاكم في كتاب ذا بيست زي ما اتفقنا. الجزء الاولاني دوت اللي هو اون فوكابيولري اللي هي المفردات الكلمات يعني، وتعالى نشوف كده. نمبر 1 what is related to the sun is called، ما يتعلق بالشمس او يرتبط بها اسمه. لونر قمري، كولر ابرد، سولار شمسي، وطبعا دي الاجابه يا شباب سولار شمسي. طيب طلعت حرب سبانك، البنك بتاع طلعت حرب دوت نيو كومبانيز اند بروت نيو بزنسز تو ايجيبت، يبقى البنك دوت عمل ايه بقى في شركات جديده؟ كلوزد قفله، سبويلد اللي هو معناه افسد، كرييتد خلق، روند دمر. لا طبعا هو البنك خلق او وفر وصنع شركات وكمان تجاريه واعمال تجاريه وايه وبزنس. 3 Her research is definitely making great. البحث بتاعها definitely بالتأكيد بيعمل great ايه these days. She has done a lot of original work recently. عملت الكثير من العمل الأصلي هذه الأيام أو مؤخرا. يبقى great advances ولا progress تقدم ولا ignorance اللي هو جهل أو تجاهل ignorance وبث A and B. طب العمل بتاعها يعمل ادفانسز تقدم ولا بروجريس تقدم؟ ما هم الاثنين بيساووا بعض، يبقى هنقول بوث A and B. خش على نمبر 4، بيقول لك وي نيد ا نيو ابروتش تو ذا ايدوكيشنال بروسيس. طبعا ابروتش لها كذا معنى زي ما احنا عارفين، معناها نهج ومعناها توجه ومعناها يقترب، ولها معاني ثانيه. للايه بقى العمليه التعليميه؟ زي اندرلايند وورد مينز، الكلمة اللي تحتها خط معناها. ميثود نظرية، بروسيجر طريقة وإجراء، تكنيك برضو طريقة وأسلوب، ولا أول منشند. يعني أول منشند كل ما سبق أو كل ما ذكر، يبقى طبعا الإجابة كلمة إيه؟ أول منشند. تعالى ابدأ معايا في نمبر 5. طيب 5 بيقول لك ذا بوليس، ايه بقى ذا بيلدينج تو بريفنت اني وان فروم اسكيب، عشان يمنع اي حد من الهرب. كولابسد انهار، بينتد لون، ديكوريتد برضه لون او زين او دهن النقاشه يعني، ولا سراوندد احاطه. طبعا ده فوكاب زي ما اتفقنا ولازم تكون حافظ يا سنه ثالثه. ستودنتس شود بي انكارجد، يجب تشجيع التلاميذ تو ويذ هولد ايدياز او ويذ بولد ايدياز بالافكار الجريئه تو سي وات ذي ار لايك، عشان نعرف هما بيحبوا ايه. يبقى نشجع الايه بقى الشباب عشان ايه بقى؟ بالافكار الجريئه. implement demonstrate experiment explode. طيب شوف الجمله بتقول لك نشجع الشباب او التلاميذ عشان ايه؟ with bold ideas الافكار الجريئه. خلي بالك بقى implement with ولا demonstrate with. implement يطبق او ينفذ، خلي بالك. demonstrate يتظاهر او يبين. اكسبيرمنت اللي هي يخوض التجربه او يعمل تجربه معمليه. اكسبلود يفجر، طبعا اكسبلود دي سيبك منها خالص. يبقى هنا يا شباب ديمونستريت ويز اللي هو ياتي او يظهر افكارا جديده. اي هاد تو ماي سيلف ان ذا نيو جوب تو ساتيسفاي ماي امبلوير، لازم بقى اغمس نفسي او انهمك في الوظيفه بتاعتي عشان ارضي رئيس العمل بتاعي اللي هو امبلوير. This company manufacturer أو manufactures the first، يبقى الشركة دي صنعت the first mountain bikes. The first إيه بقى؟ mass media، masker، mass produce، mass produced. طبعا دي هتبقى هنا mass produced لأنها صفة يا شباب اللي هو إنتاج كمي. mass produced mountain bikes. My dog is tame. I didn't mean to not you all. My dog is tame. خلي بالك tame هنا بتساوي أليف. أنا ما كنتش عايز scare frightened برضه أخوف.
بي سي فاي وبي او اي ام بي، وطبعا هنا الاثنين دول شبه بعض او في المعنى متطابقين، يبقى هناخد بوث اي اند بي. طيب 10 the areas on the edge of the city are defined as، المنطقه اللي هي على حافه المدينه دي بنسميها ايه؟ داون تاون، وسط المدينه، بوردرز حدود بين الدول، سبربس اللي هي احياء شعبيه تمام، او ضواحي المدينه زي ما بنسميها، هوستلز اللي هي ضواحي او بيوت شباب. 11 the richer is used to measure the force of earthquake، مقياس ريختر دوت اللي احنا بنسميه بالعربي بيستخدم لقياس earthquakes الزلازل. طيب هنا point meter، هنا parameter scale. تعال هنا شوف الجملة دي، عندك هنا يا شباب المقياس اللي هو parameter. Please up the paper bag with the money inside so as not to be lost. يبقى ايه هنا up the paper bag اللي هي حقيبة الورق with the money inside. يبقى هنا هيقول لك ايه بقى؟ so as not to be lost. طب هنا خلي بالك، pick up يلتقط او يجمع، pick up طبعا set up يؤسس، رول دي لف، لوك اللي هي ينظر لاعلى او ياخذ قدوه. خش على اخر الصفحه دي عندك، بقول لك هنا هي هاز نيفر هيز اديكشن هيز مينز او ذيس مينز هي نيفر سكسيدد ان ديلينج ويز ات. اديكشن خلي بالك اللي هو الادمان، يبقى هي نيفر ايه بقى هيز اديكشن، وهذا يعني ان هو عمره ما نجح في التعامل معاه، يبقى عمره ما كونكيرد ولا considered ولا confused ولا confessed اعترف، لا هو هنا عمره ما dealing او هنا conquered اللي هو هنا يتغلب على addiction ادمانه. oil is a difficult process in addition it is costly. يبقى هنا البترول دوت ايه بقى؟ exposure exposition explosion exploration. هو بيقول لك هنا عملية صعبة بالإضافة لذلك فهي مكلفة، خلي بالك بقى. طبعا هنا exploration اللي هي استكشاف، explosion اللي هو انفجار، exposition اللي إضافة، exposure اللي هو هنا استخراج أو إيه؟ استطلاع. يبقى عندك هنا يا شباب اللي هو التنقيب عن البترول اللي هو exploration. نمبر 15 بيقول لك تيبس are used for recording and reproducing sound اللي هي انتاج بقى تسجيل وانتاج الاصوات، خلي بالك يبقى audio tapes اللي هي شرايط الايه الصوتيه، انما visual طبعا كانت هتبقى دي الايه البصريه. the air in the balloon الهواء اللي في البالون او المنطاد when heated الهواء ده بيحصل له ايه لما يسخن؟ اكيد يتمدد. يتمدد يعني ايه؟ expands. هنا بقول لك the changes to the national health التغيرات في الصحة العامة أو القومية system في هنا نظام بقى الصحة الوطنية will be next year سوف يتم تطبيقه. طبعا implanted ديت لا هي implement اللي هي دي يا شباب implemented اللي هو سوف يتم تطبيقه، ده طبعا من حفظ الكلمات. 18 have they any to implicate معناها يورط him in the bank robbery. يبقى have they any المفروض يقول لك دليل بقى، event حدث، evidence ولا proof ولا both b and c. evidence معناها دليل او برهان، وبروف برضه دليل او برهان يا شباب، يبقى برضه دي مترادفات ومعاني كلمات. 19 astronaut is a person who travels in a او an طبعا ده المفروض هنا رائد فضاء زي ما بيسموه، بوت ولا بلين ولا سبيس كرافت ولا امبيولانس عربيه اسعاف، هتبقى طبعا اللي بيسموها برضو سبيس كرافت. 20 ايه بيقول لك تو بقى سمون مينز تو ران افتر ذيم يطاردهم ان اوردر تو كاتش ذيم. طب كلمه يطارد اتشات اللي هو محادثه، اتشيز هي بمعنى يطارد ودي الاجابه.
عندك تشارج بمعنى يشحن وتشيت بمعنى يغش. طب بيقول لك the selection of an adhesive coated material for sertile. ايه بقى كان require months of testing and screening. يبقى هنا بيقول لك العمليه دي تاخذ شهور طويله من البحث والتفحيص والاختبارات. عندك بقى باكجينج، رابينج اللي هو تغليف، باجينج اللي هو عمليه الايه بقى المؤن او المتاع، بوث اي اند بي. هو باكجينج هنا اللي هي تحط الحاجه في الحقيبه اللي هو يعلب، وبرده رابينج تغليف. فبرده هنا الكلمات يا شباب متشابهه في المعنى وبالتالي الاثنين ينفعوا. فهناخد هنا بوث اي اند بي. انزل على 22 بقول لك ذي انفنتور المخترع لوكد فور انفستورز المستثمرين تو بروبوت هيز ايدي عشان يطور من فكرته. يبقى هنا لوكد فور بوتنشال انفستور انفستورز اللي هم المداعمين او المستثمرين، ولا بوتنشالي ولا بوتنشاليتي ولا بوسيبيليتي. خلي بالك بقى هو بيدور على المستثمرين. بوتنشال اللي هو كامن او ذو قدره، بوتنشالي ده الظرف منها خلي بالك، انفستورز دي صفه. يبقى هو عايز ايه؟ بوتنشال لان الصفه يتبعها الموصوف، وهنا ده الصفه ودي الاسم يا شباب. خش على نمبر 23 بيقول لك ذا امريكان وورد لاين. كلمه هنا وورد الكلمه الامريكيه، لاين هنا السينونيم ويز معناها ايه بقى؟ كواري كويست كيو كورتر. كورتر ده ربع، وكيو طابور او صف او خط، وهي لاين معناها برضو طابور او صف او خط، وكويست معناه تساؤل خلي بالك، وكواري برضو معناه تساؤل. بلاي از او ان بارت اوف تشايلدز ديفلوبمنت. يبقى هنا اللعب دوت هو ايه؟ من جزء ايه من تنميه او تطوير الطفل. الترايفل يعني جزء بسيط وضعيف، اسينشال هام وضروري، لاحظ ان دي ان امبورتنت ان نيسيسري يعني هم اصلا نفي، يبقى مش في عندك غير ايه؟ اسينشال. طب 25 handicapped boys الاطفال المعاقين and girls should be given due care لازم يتم اعطائهم رعايه خاصه due care. يبقى خلي بالك health wealthy fit visually، لا هي health اللي هو الاطفال المعاقين صحيا، مش wealthy اللي هي ثري او غني، ولا fit لائق بدنيا، ولا visually اللي هي بصريا او اجهزه ايه بصريه. 26 this theory can't be used unless we can a practical of it. لازم يكون عملنا عليها ايه بقى؟ appliance ولا application تطبيق، ولا solution حل، ولا appointment اللي هي نقاش او نقطه. يبقى هنا بقول لك النظريه دي لازم نعمل عليها appliances اللي هي تطبيق خلي بالك، وهنا ده تطبيق عملي، انما application اللي هو تطبيق موبايل بقى تمام؟ application. طب if you are to golf، if you are to golf يبقى addicted to golf عشان هنا ديت ادمان او مرتبط بشيء معين عشان حرف الجر ايه؟ to. قال لك هنا كمان not all people have the right to، مش كل الناس عندها الحق اللي هي ايه بقى؟ the voting اللي هي التصويت خلي بالك. monopolize ولا modify ولا moderate ولا monitor اللي هي تراقب، مونيتور تراقب التصويت. 29 بليز ذا كابس اللي هي الشرطه يعني اون كول اون اول ذا بوتلز از ات ووز بيفور. هنا بقول لك بقى ايه؟ بليز ايه بقى؟ ذا كابس اون اول ذا بوتلز از ات ووز بيفور. يبقى حط الحاجه زي ما كانت قبل كده. ريبيت يكرر، ريبير يصلح، ريبليس يستبدل، ري بريزنت اللي هي يمثل او ينوب. فطبعا هنا بيقول لك ايه بقى الكابس؟ يبقى ديت ريبليس اللي هو يستبدل، از ات ووز بيفور زي ما كانت قبل كده، يعني هو غيرهم وده يرجعهم مره ثانيه. 30 بيبول هو ستادي هيفنلي هيفنلي بوديز، الناس اللي هي بقى بتدرس هيفنلي بوديز ار كولد اللي بتدرس الاجرام السماويه. هيفنلي بوديز دي يا شباب الاجرام السماويه، دول ار كولد بيسموا ايه؟ استرولوجرز اللي هم المنجمين، استرونوتس رواد الفضاء، استرونومرز علماء الفضاء او الفلك بقى علماء الفلك،
مفيش فضاء، دي اسمها الفلك. وطبعا هنا فيوتشر لوجيستكس اللي هي علماء المستقبل او التنبؤ بالايه بالمستقبل. شي تليفوند فريكوينتلي، اتصلت كثيرا. يوجوالي ات نوت تايمز ويتش از ا نيوسنس. نيوسنس اللي هي حاجه مزعجه، خلي بالك دي معناها مزعج، ده كان امر ها مزعج. يبقى اتصلت في اوقات ايه بقى؟ سوتابل مناسبه، افيلابل متاحه، كونفينينت مناسبه، انكونفينينت. طبعا الكلمات اللي ورا بتساوي بعضها، يبقى دي يا شباب انكونفينينت غير مناسب. طيب عندك هنا كمان الجزء ده بتاع الورك بوك يا شباب، اسئله الورك بوك اكسرسايز بيزد اون فوكابولري. والت ديزني يوز ذا نيو سيستم فور ساوند ان هيز فيلم فانتازيا. يبقى استخدم هنا بقى ايه نظام صوتي ايه بقى؟ واتشنج بروديوسنج سينج ابزوربنج. طبعا هو بروديوسنج ساوندز اللي هو انتاج الاصوات او اصدار الايه؟ الاصوات. ذا فيلم واز فيري سكسسفول، ناجح جدا، بيكوز ذي اوف ذا اميزنج ساوند. ساوند ها ساوند ايه بقى؟ كوانتيتي كميه، ابييرنس مظهر، كواليتي جوده، واماونت كميه بتساوي دي. يبقى اكيد جوده الصوت كواليتي. Some operations are already being، بعض العمليات already being ايه بقى؟ by robots. يتم عمل عملية، خلي بالك operations دي بتاخد do و carry out و perform. في ايه منهم الثلاثة او اللي هم عندهم؟ مفيش غير perform. احنا قلنا بتساوي perform، بتساويها do و carry out. Operations can be done، جاب لك الثانية اهي. done more when robots handle the surgical tools. يبقى more بقى ايه؟ accurately. لما هنا الروبوتس يكون هو بيتعامل مع الادوات الطبيه. In the future companies think simple operations will be done by robots. في المستقبل القريب، يعني هنا بيقول لك ان الشركات تتوقع ان العمليات يتم اجراءها بواسطه الالات الحواسيب او اللي هي الايه روبوتس الانسان الالي. Recent pessimistic اللي هو متفائل، distant بعيد، dark ودارك اللي هي طبعا مظلم او غير مناسب. 37 in the new system well اللي هنا من النظام الجديد سوف more opportunities of nurses and doctors. النظام الجديد بقى ايه؟ المزيد من الفرص للممرضات والاطباء. deprive يحرم، prevent يمنع، reduce يقلل، create يوفر او يخلق او يصنع او يجعل. طبعا دي الاجابه. سمارت فونز الهواتف الذكية have some disadvantages لها بعض السلبيات، but I prefer them to old ones ولكن أنا بفضلهم على القديمة. خلي بالك بقى no on one hand من ناحية، on the whole عموما، on the other hand من ناحية تانية، on a bigger scale على نطاق أوسع. لا هي هنا on the whole عموما بتساوي generally بتساوي all in all اللي هي عموما. Nowadays we have like electric cars which can help solve global problems. عندنا سيارات كهربائية اللي بتساعد في حل مشكلات الايه؟ الاحتباس او المشكلات العالمية. طيب plans، عندنا plans خطط، innovations اختراعات وابتكارات، dreams احلام، hopes امال. طبعا هتبقى اختراعات زي السيارات الكهربائية. The on most phones are very good now. ايه بقى في التليفونات؟ كويس جدا. Music sounds loud and clear on them. طالما في ميوزك وساوند اصوات والكلام ده يبقى على طول دي سبيكرز اللي هي السماعات. تمام؟ امال هيدفونز سماعات الراس لما يقول لك بقى دي حاجه بسمع بقى حاجه خاصه. تمام؟ 41 علا هاد او ان بيج بيرث داي كيك ان ذا شيب اوف ذا بيراميد. خلي بالك بقى هاف تيربل سيء ومعفن، سبيكتاكيولارلي رائع، اوفول معفن ورهيب برضو، سوروفول برضو معفن. خلي بالك ان الثلاث اجابات بنظريه الاستبعاد يا سنه ثالثه بيقولوا لك خد دي، ما ينفعش غير دي. تمام؟ 42 بقول لك بقى هنا ذا بلاي المسرحيه ووز سو جود ذات كانت كويسه جدا لدرجه ان اي ووز توتالي ان ذا ستوري، انا بقى اندمجت قوي في القصه. اي فورجوت اي ووز ات ذا ثيتر ونسيت ان انا في المسرح، اندمج قوي وانغمس وانهمك، يبقى immersed immersed. وربنا يهدي الشباب اللي بره اللي عمالين يزمروا وعاملين لنا كده ايه شويه ازعاج او موسيقى تصويريه.
هنبدأ مع بعض من 43. بقول لك هنا there are plans to build a new cycle lane اللي هو محور دائري through the city عبر المدينة. But they have not yet ولكنهم لسه بعد it or put it into effect لسه ما نفذوهوش. خلي بالك بقى لسه implemented لم يطبق ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. The wood goes through a oven which turns into paper الخشب بيدخل عملية صناعة ودي عملية طبيعية وبيحوله إلى ورق. 45 have been able to study stars بيدرسوا النجوم وبلانتس الكواكب for many years لسنوات عديدة. يبقى قلنا دول astronomers وعلماء الفلك. علماء الفلك. اوكي. 46 sending spaceships helps us او help us more about the size of the around us بيساعدنا ان احنا هنا نكتشف المزيد عن ايه around us حجم ايه حوالينا. الكون universe العالم. عندك هنا ال 47 once I have finished reading this book بمجرد ما خلصت قراية الكتاب دوت او ما خلصه I will it to you. To you دي يبقى انا هسلفه لك. خلي بالك بقى يبقى I will lend it to you انما انا استلفه منك بورو. خلي بالك دي استلف ودي سلف اوعى تتلخبط بين الاثنين. 48 قال لك هنا are medicines or things that make medicine الحاجات اللي بتصنع الدواء او الدواء ذات نفسه. فدي معروفة لوفز ارغفة ليفز اللي هي معناها يغادر او اوراق شجر. الدراجز اللي هي بتمشي بمعنى مخدرات ومهدئات وادوية. الدرامز الطبلة جمعها. البروبر مناسب. helps you feel better انك تشعر بصحة جيدة after an injury or when you are ill لما تكون عامل عملية او مصاب او مريض. يبقى هنا proper ايه بقى اكيد العلاج المناسب. treat ment 50 اوان is a piece of equipment piece of equipment الأداة that can find or measure light اللي بتقيس الضوء heat الحرارة sound الصوت etc وهكذا. يبقى ده هنا حاجة اسمها استشعار مش متر ولا موتور. يبقى sensor اسمها ايه sensor. كده سنة ثالثة ثانوي خلصنا معاكو يونت 3 يا شباب الجزء بتاع ووردس الكلمات تمام. وهندخل معاكو دلوقتي على جزء الجرامر. بس اهم حاجة يا شباب كالمعتاد عشان نكمل معاكو وطالما بتستفيدوا معلومة ادعموا قناتكو يا شباب عشان نكبر بيكو ونلاقي صدى لتعبنا معاكو تمام. وابعتوا لنا يا ريت كده اللي انتوا عايزينه في الكومنتس. بس اهم حاجة شيروا الفيديو ما تبخلوش علينا كده باشتراك وتفعيل الجرس وكمان لايك وشير وكومنت وادعموا قناتكم بكل انواع الدعم اللي تقدروا عليها عشان ربنا يكرمكم ويوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر محمد الجاهز.